العديد من الاتفاقيات المبرمة للحد من تلك الظاهرة الناجمة عن مسببات متعددة كالاحتباس الحراري الذي انعكس سلبا عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية مخلفا ورائه مشكلات مختلفة خاصة ما قد يضر بالبيئة المصرية من تدهور للسياحة البيئية وإضرار بالإنتاج الزراعي فضلا عن تدهور الصحة العامة للسكان. وتوازيا مع هذا الحدث العالمي واتساقا مع رسالة جامعة الأهرام الكندية المنشودة في تقديم التوعية لأبنائها في شتى المجالات وخاصة تلك التي تحاكي موضوعات الساعة، حرصت كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية وبالتعاون وتحت رعاية وزارة الثقافة تقديم ندوة بعنوان دور الشباب في الحد من ظاهرة التغير المناخي. وذلك يشرف كلية الإعلام أن تقدمه تحت قيادة وإشراف السيدة الأستاذة الدكتورة إناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية. وتتشرف كلية الإعلام اليوم باستضافة كوكبة من أساتذة معنيين بملف المناخ. أولاً نتشرف بحضور أستاذة رحمة ضياء مؤسس مبادرة مدرسة المناخ والحاصلة على جائزة تغطية المناخ الآن لعام 2021 وجائزة سوزان زكي للبيئة لعام 2022. أهلا بحضرتك يا أستاذة. بعد كده عندنا منورنا الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك يا دكتور. ونتشرف اليوم بوجود الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد الله فرجاني أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بك يا دكتور. ونشرف اليوم بوجود عالم جليل الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك يا دكتور. والآن نستمع لكلمة الأستاذة الدكتورة إناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام حول دور الشباب في الحد من ظاهرة التغير المناخي فلتتفضل. يشرفني بالنيابة عن جامعة الأهرام الكندية وكلية الإعلام أن أرحب بالسادة الأساتذة الأجلاء. الحقيقة أعطونا من وقتهم ولم يمنوا علينا بخبراتهم وعلمهم، يعني نموذج تفخر به مصر. حقيقي إن هم يدونا من وقتهم علشان هذه الأجيال الشابة وشباب الإعلاميين يستفيدوا منهم، وأنا في واقع الأمر عاجزة عن شكرهم وتحمسهم لترتيب هذه الندوة. والحقيقة دكتور محمود يعني اشتغل معنا يعني خطوة خطوة وكان يسبقنا يعني خطوات علشان نقدر أننا نرتب لهذه الندوة. فيعني بداية أنا أحب جدا أن أشكر أستاذة رحمة ضياء دكتور محمود بكر أستاذة دكتورة فاطمة عبدالله فرجاني وأستاذنا القدير الجليل الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان وهو مؤسس الفرع الأساسي الخاص بالصحافة البيئية وأول من درس وقدم لنا رسالة دكتوراه في الصحافة البيئية في مصر. فالحقيقة يعني أنا بشكرهم شكراً جزيلاً. الجانب الآخر من هذه الندوة يمكن حضراتكم هو الأساس، لأنه كنا بنتكلم يمكن الأول قبل ما نبتدي أنه الإعلام عليه دور كبير جداً في
اللي يوصل للمواطن المفاهيم الخاصة بالبيئة، تغير المناخ، ازاي ده هيأثر علينا، ازاي ده هيأثر على المواطن البسيط. ويمكن انا دايما بقول انه القضايا البيئية اهم حاجة تميزها انها، او محور تميزها انها قضايا كونية، بمعنى انه ما اقدرش اقول ان هذه هي مشكلة مصر فقط، لكنها مشكلة العالم اجمع. كلنا هنتأثر، كلنا عندنا مشاكل، كلنا ما زلنا بنبص لده. وانتوا يا شباب الاعلام، انتوا من اللي عليكم الدور، انتوا دوركم كبير جدا في ان انتوا توصلوا للمواطن البسيط في رجوع مصر ازاي يحافظ على البيئة، ازاي نستفيد من مواردنا. مصر عندها مشكلات بيئية وضخمة جدا، والمناخ هيأثر علينا بشكل كبير جدا، ارتفاع درجات الحرارة وكل هذه الظواهر، ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ما إلى ذلك. احنا طبعا من ضمن الدول المهددة، واحنا مش عايزين نخوف الناس قدر ما احنا عايزين اننا نوصل المعلومة بشكل بسيط، نربطها بحياتهم، وعلشان هم يقدروا يعني يتبنوا فكر جديد، يتبنوا ثقافة جديدة، يتبنوا عادات تقدر ان هي تحافظ اكتر على البيئة. يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا كلنا لما نستعد لمؤتمر عالمي زي اللي هنحصل ان شاء الله في شرم الشيخ بعد ايام، انا عايزة اوصي حضراتكم خيرا بان حضراتكم ما تقفوش عند المؤتمر فقط. من ضمن المأساة عندنا في الاعلام المصري اننا اصبحنا اعلام موسمي، بمعنى انه يجي مؤتمر يهتم الاعلام جدا بالبيئة والمشاكل البيئية والمناخ، ثم صباح الخير خلصنا ده، احنا نسينا هذا الموضوع. للأسف الشديد هناك قضايا المفروض انها تبقى طويلة الأجل، وانا سعيدة بالتعامل مع وزارة الثقافة لانه هو ده الجزء اللي المفروض الاعلام يشتغل عليه، اللي هو تغيير ثقافة. لان انا دايما كنت بقول الكلام ده مثلا في قضايا المرأة، ان هم انا بقيت اقول لهم انه برغم ان الواحد طول عمره بيشتغل في موضوعات المرأة، الا ان هم بيوصلونا اعلاميا احيانا ان احنا نكره شهر مارس، لاننا بنبتدي بيوم المرأة العالمي، يوم المرأة المصرية، ثم يوم المرأة العالمي، ثم عيد الام، وبعدين في 11 شهر ما فيش مرأة، مش موجودة المرأة اصلا. فلا، في قضايا تنموية يا جماعة يجب ان نتبناها. الكتاب عظام اعلاميين وصحفيين رواد كانت همومهم انهم يتكلموا في قضية، ويمكن القضية دي تفضل معاهم طول تاريخهم الاعلامي بيتكلموا فيها ولا يملوا فيها. عشان كده انا نفسي انتوا كاعلاميين شباب، انتوا المستقبل، ان انتوا تتبنوا ده، ان هذه القضايا لا تنتهي ولا تختفي ولا تخفو لمجرد ان ينتهي مؤتمر او تصدر توصيات. دي قضية تستمر فيها. انا فعلا فخورة جدا بزمايلكم السنة اللي فاتت، لان احنا كنا عاملين مشروعات التخرج تحت مظلة مصر والتنمية المستدامة لما قدموه من افكار رائعة ومبدعة، ودايما انتوا بتسبقونا، فانا متأكدة ان انتوا دايما هتبقوا افضل وان انتوا هتسبقونا. ومرة تانية انا مش هاخد من اكتر من كده، من طبعا الدكتورة ما عمالة تبصلي، ويعني هي ماشية بالدقيقة والثانية، وانا طبعا حريصة ان انا احترم هذا الوقت، لكن بالتأكيد يعني انا بعيد شكري لضيوفنا الكرام، شكري لدكتوره مها على الجهد اللي بذلته في التنظيم، دكتوره فداء وجمعيه اصدقاء الجوده، الشباب الجميل جدا جدا اللي دايما بيقدمونا، نموذج للعطاء، حتى الخريجين اللي جايين يصوروا اهو، ها ولسه قاعد كمان. ف
ففعلا انا سعيده جدا بيكم، سعيده باستمراركم. عندنا نماذج يا دكتور مشرفه جدا. احنا من يومين كان عندنا خريج جاي يدي دوره تدريبيه لزمايله في الموبايل جورناليست. علاقاتنا لا تنتهي ابدا ابدا مع الكليه. شكرا جزيلا. وبعد ما استمعنا لكلمات الأستاذة الدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام وعن آمالها وطموحها إن دايما استمرار الملف البيئي لا يتوقف عند مؤتمر أو الحدث العالمي ألا وهو قمة المناخ COP27، ولكن الحقيقة يعني كلية الإعلام دايما أبنائها بيبحثوا عن كل ما هو يطرح إعلاميا ودوليا في رؤية طموحة تحت إشراف العديد والعديد من الأساتذة الأجلاء. ويعني النهاردة موضبين نماذج بسيطة لبعض المشروعات اللي نالت جوائز الحقيقة، زي مشروع لزميلتي وأختي الخلوقة دكتورة نرمين علاء، مشروع جرينبيديا، وهو كان بيتكلم عن إزاي تطوير الخدمات داخل الحدائق العامة، زي مثلا الحديقة اليابانية التي تحمل الثقافة اليابانية أو الثقافة الأسيوية، وكذلك تطوير حديقة كحديقة المهرجانات الدولية اللي موجودة في مدينة مصر. فنتفضل كده نشوف. تفضلي. بقول لكم ايه يا جماعة، ما تيجي نروح اي حتة؟ ما يلا كافيه. انا عايز اعمل حاجة جديدة. صح، دي اللي كده موت للفنات دي يا اسطى. بنروح اي بارك. هنعمل ايه؟ هنسقي الزرع؟ نعمل بيكم. يلا. كان ده تصميم لزي تطبيق ان ازاي الناس تقدر من خلاله تحجز، وكان تحت مسمى جرينبيديا اللي هو اسم المشروع. بعد كده عندنا مشروع كان اتنرجي بيتكلم عن اللي هو ايوه بالظبط كده اللي شكرا. كان هنا بيتكلم عن الطاقه البديله الالواح الشمسيه. Our home that we must protect from pollution. And now we can. Imagine having a direct connection with the sun that provides you with endless energy at the lowest cost possible and a significant decrease in your electricity bill. More importantly, is that it keeps you away from pollution caused by the use of non-renewable energy. In addition, the cost of solar panels has decreased 200 times since the beginning of their manufacture. This was made by increasing the number of solar stations, which allowed more equipment to use solar energy from Earth to space. Welcome to a bright, clean future supplied with unlimited energy. Future is bright. ومعانا اخر مشروع كان من اشراف زميلتي العزيزه دكتور حياة بدر، وهي من احد الخبراء الاقوياء بصراحه في مجال العلاقات العامه والعلاقات العامه والاعلام. قدمت بمناسبه، طبعا اللي ما يعرفش، COP27 اقيم السنه دي في مدينه شرم الشيخ، لان مدينه شرم الشيخ نالت افضل محافظه ان هي قضت على استخدام الاكياس البلاستيكيه، وهي هنا نفس الفكره بنقدمها للاستعاضه عن الاكياس البلاستيكيه بوسائل اخرى امنه، وان هي لا تقل اهميه عن خطوره التدخين وخلافه بان هي بتضر بالبيئه ازاي. Thank you.
عادات كتير بنعملها في يومنا بتضرنا، بس انت عارف ان استخدام البلاستيك ليه نفس الاضرار دي ويمكن اكتر؟ حملت توعيه باضرار البلاستيك والتشجيع على استخدام البدائل الصديقه ليا. بري بلاستيك قلل بدل احمي. ونستهل الحديث الان عن التغطيه الصحفيه مع استاذه رحمه ضياء مؤسس مبادره مدرسه المناخ عن اهم الادوات الصحفية لتغطية الملف البيئي من صعوبات وتحديات. فلتتفضل. مساء الخير عليكم. أنا سعيدة ومشرفة جدا للدعوة إن أنا أكون معاكم النهاردة. هحاول إن أنا أقول لكم كل حاجة في 7 دقايق. ممكن نشغل البرزنتيشن. أنا مش هكرر الكلام اللي قالته دكتورة الناس، بس مهم جدا قبل أول سؤال نطرحه وقبل ما نفكر في أي قصة هنشتغل عليها إن إحنا نسأل نفسنا مين الجمهور اللي هيقرأ القصة ديت وإيه هو مدى استيعابه المصطلحات. فشوف كتير في التقارير الصحفية اللي زمايلي بيشتغل عليها وأحيانا أنا بشتغل عليها بنسكوا المصطلحات زي الحياد الكربوني، البصمة الكربونية، الزراعة الذكية المناخية، التخفيف، التكيف، مليون مصطلح ليها علاقة بتغير المناخ من غير ما نشرح للناس اللي بتقرا المواضيع دي يعني ايه. وده بيخلي الناس تظن اول ما تقرا الموضوع وتلاقي مصطلح زي كده هي مش فاهماه بالضروره هتقول اكيد الموضوع ده مش موجه ليا، لان محتاجين نبقى بنبسط لهم المصطلحات دي بابسط طريقه ممكنه يفهموها. ما نفترضش ان هم عارفين كل المصطلحات اللي هي اللي احنا اخذنا وقت ومجهود طويل قوي علشان نعرفها. لما بنيجي نشتغل على قضايا تغير المناخ احنا محتاجين ان احنا اول حاجه ان احنا بنشرح للناس الاوضاع اللي موجوده دلوقتي، سواء بنرصد التاثيرات اللي في الوقت الحالي او في المستقبل. بنشرح قصص الناس اللي هي متاثره في الوقت الحالي، يعني ما ينفعش اتكلم مثلا عن تاثير تغير المناخ على الزراعه من غير ما اتواصل مع مزارع هو اوريدي عنده مشاكل مع تغير المناخ. ازاي مثلا محصول الطماطم او المانجا باعتبارها من المحاصيل مثلا اللي بتتاثر قوي بالحراره المرتفعه، ازاي محصوله اتاثر، ازاي حياته اليوميه اتاثرت. بالطريقه ديت هنحاول في كل قصه ان احنا نلاقي البطل او الشخص اللي هو متاثر بالضروره بالقصه ونحكيها له هو عشان يحس ان احنا بنتوجه ليه بالكلام ده. في ترند جديد او مش جديد، يعني هو الترند حاليا في تناول قضايا تغير المناخ على المستوى العالمي ان احنا نناقشه من منظور صحافه الحلول. الناس لما بتتعرض لاخبار سيئه فتره طويله توتر الاخبار السيئه ده بيخليهم عندهم اجهاد وبيخليهم بالضروره ان هم يعملوا سكيب زي ما احنا بنعمل سكيب كده للاخبار السلبيه لما بتقابلنا على الفيسبوك. فمهم ان احنا نبقى بننشر مفهوم صحافه الحلول ديت، ان احنا مش بس بنعرض المشكله وتاثيراتها ونبسط للناس المفاهيم، لكن كمان نحاول نقول لهم ايه الحلول اللي ممكن تطرح وتعالج مشكله زي كده، ايه الدور اللي هم يقدروا يساهموا بيه. مش شرط الحلول ديت تكون اتطبقت عندنا، صحافه الحلول بتشمل مشروع يعني مفهومها اوسع من كده. انت ممكن تقصد مشروع مثلا اتعمل في دوله ما وازاي تكلم الخبراء المحليين، ازاي نقدر نطبق حاجه زي كده عندنا. ممكن كمان ان انت تشوف دراسه اتعملت، تشوف مبادرات بتتعمل بتحاول تقدم حل. ففي الحاله ديت انت مش بس عرضت المشكله وبسطتها، لكن اديت للناس بارقه امل ان في حل، ان احنا نقدر نتكيف. هي مشكله عالميه ومش هتنتهي، لكن احنا بنحاول نخفف من تاثيراتها السلبيه على حياتنا اللي هتتزايد يوم بعد يوم. دي مجموعه من المصادر المواقع اللي ممكن تلاقوا عليها بيانات ومعلومات عن تغير المناخ. انا سايبه البرزنتيشن مع دكتوره مها علشان لو اي حد حابب يرجع لها عشان ما يضيعش وقتكم في قرايه المصطلحات، لكن هتلاقوا فيه مواقع كتيره جدا يمكن ابرزها مثلا موقع IPCC. ديت هيئه مكونه من علماء على مستوى العالم بيعملوا تقارير دوليه بترصد ايه هو تاثير تغير المناخ على مختلف القطاعات وبالارقام والدراسات. كل المواقع اللي تابعه لهيئات الامم المتحده هتلاقوا عليها مواقع. دلوقتي بقى عندنا في مصر مواقع متخصصه بس في تغير المناخ، مواقع صحفيه من ابرزها موقع اسمه اوزون، موقع اسمه المناخ والمناخ بالعربي. عندنا مواقع صحفيه كتيره فيها سيكشنز مخصصه بصحافه البيئه وتغير المناخ، ممكن تبصوا على القصص اللي هي بتتنشر فيها وتعرفوا عنها اكتر. ممكن
مهم كمان نبقى عارفين ان في حاجه اسمها المصادر المفتوحه. دلوقتي المصادر المفتوحه ديت هي عباره عن مواقع بتستخدم تقنيات مختلفه زي مثلا الاقمار الصناعيه والادوات مبتكره وتتواصل مع جهات ومنظمات على مستوى العالم علشان تجمع لك معلومات حوالين موضوع معين في مكان واحد. مثلا مواقع منهم اسمه جلوبال فورست ووتش. لو عايزين تعرفوا اي حاجه لها علاقه مثلا بقطع الاشجار في اي بلد في العالم، لو دخلتوا على الويب سايت دوت وعملتوا سيرش بالبلد هيطلع لكم تفصيليا كل يعني فكره قطع الاشجار وازاي الغطاء الشجري اثر على مدار اكتر من 10 سنين بالمحافظه جوه كل بلد. موقع كمان اسمه Environmental Insights Explorer، ده بيوريكم نسبه الانبعاثات، ادمان الانبعاثات في قطاعات زي النقل زي المباني، ايه التحول اللي ممكن يحصل لو استخدمنا الطاقه الشمسيه بالنسب والارقام برضو في كل دوله. عندنا كمان حاجه اسمها UN Carbon Footprint Calculator، دي يعني حاسبه من ضمن حواسب كتيره قوي بتحسب حاجه اسمها البصمه الكربونيه. البصمه الكربونيه ديت هي اجمالي الانبعاثات اللي صادره عن نشاط معين، يعني جامعه زي هنا مثلا ممكن نعرف نحسب البصمه الكربونيه بتاعتها، نشاط زي نشاط كره القدم مثلا ممكن نحسب البصمه الكربونيه. كان في تقرير مره اتعمل عن البصمه الكربونيه بس بتاعت طياره ميسي، ممكن نعمل حاجه زي كده هنا على المستوى المحلي. مواقع زي دي لو دخلتوا عليها هتقدروا انتوا حتى تعملوا تقرير عن البصمه الكربونيه بتاعتكم، ازاي ان هو بيبقى فيه خانات بتملوها. اول حاجه مثلا بيقول لك انت بتستهلك مواصلات قد ايه في الاسبوع، فتحسب بشكل تقديري عدد الساعات اللي انت بتستهلكها. هيقول لك انت بتستهلك مثلا الاتوبيس ولا العربيه ولا كذا، فاتوره الكهرباء عندك في الفاتوره قد ايه، المشتريات بتاعتك في الاسبوع او الشهر، وفي النهايه بيعمل لك حسبه ويقول لك اهي بصمتك الكربونيه اللي انت عملتها. ممكن تطبقوا ده بقى على كذا حاجه في اي قطاع انتوا عايزين تعملوا البصمه الكربونيه او تحسبوها عنه. زي ما كنت بتكلم عن فكره ان التواتر الاخبار السلبيه ده ما بقاش هو افضل طريقه نناقش بيها موضوع تغير المناخ، وان احنا الافضل ان احنا نناقشه من منظور صحافه الحلول. كنا اتكلمنا عنه خلاص، ممكن اللي بعده. ايه هي العناصر الجذابه لاي قصه؟ زي ما قلنا اول حاجه ان احنا نختار زاويه ضيقه قوي، ما ينفعش نتكلم في موضوع اسمه مثلا الزراعه وتغير المناخ، ده موضوع واسع جدا ان هو يتناقش في قصه صحفيه. احنا محتاجين ناخد نماذج وامثله، ممكن مثلا نشوف ايه هي التقنيات الجديده اللي بتتعمل في الزراعه علشان نقدر نقاوم او نقدر نستمر في عمليه الزراعه بطريقه مستدامه. هتلاقوا مبادرات معموله في مصر مثلا، تطبيقات زي الانذار المناخي المبكر او ايروي، دي كلها تطبيقات المزارعين بيستخدموها علشان يقدروا يستمروا في عمليه الزراعه بطريقه مستدامه في ضوء كل التغيرات المناخيه اللي بتحصل. فيه كمان ان احنا زي ما قلنا بنتناول القصه بطريقه انسانيه، احنا مش بنكتب ورقه بحثيه، نحاول ان احنا نعتمد على العنصر البصري في قصصنا. هقول لكم مجموعه من المواقع، لو انتم مثلا بتعملوا قصه ومش قادرين تنزلوا تصوروا او انتوا كطلبه يعني هيبقى متعذر عليكم، ايه المواقع اللي ممكن تلاقوا فيها صور وفيجوال ليه علاقه بتغير المناخ؟ في موقع اسمه بيكسلز، ده بيقدم لكم ادوات مجانيه. موقع تاني اسمه داتا جيف ميكر، موقع اسمه كلايمت فيجوال، في موقع كمان اسمه الستو، هتلاقوا منهم صور وفيديوهات وايكونز. موقع كمان اسمه كانفا، ممكن تقدروا انا الموقع ده بدخل عليه واقعد كده اعمل نماذج لانفوجرافس بايكونز بسيطه احطها مع التقارير بتاعتي، فبيبقى عندي محتوى بصري جذاب وفي نفس الوقت انا ما استهلكتش مجهود كبير او مثلا تكلفه ان انا اروح للديزاينر واقول له اعمل لي صوره معينه او اعمل لي انفوجراف. انا ممكن اتعلم الادوات دي وبالتالي بقى عندي مهاره اضافيه تديني قوه في سوق العمل وتديني امتيازيه عن غيري. في كمان زي ما قلنا فكره التبسيط وان احنا نعتمد على مصادر موثقه دايما، ما نذكرش معلومات او ارقام من غير ما نرجع للسورس الاصلي بتاعتها. كتير الناس بتنقل الارقام والتصريحات اللي موجوده في اخبار سابقه من غير ما ترجع للدراسه نفسها، مهم بنرجع للمصدر الاولي للمعلومه ونحط هايبر لينك ليه للناس. ده موضوع كنت عملته عن تاثير تغير المناخ على الاثار في مصر، ازاي الاثار عندنا بتتغير، بتتاثر مثلا بارتفاع درجه الحراره، ازاي حاجه زي ارتفاع مستوى سطح البحر ممكن يهدد في المستقبل القريب اماكن اثريه زي القلعه وغيرها، وتناولته من منظور صحافه الحلول، ايه المشاريع الموجوده في مصر اللي بتحاول تحل القصه ديت، ايه الدراسات والتجارب الدوليه اللي عملت مبادرات للحل علشان تحمي قطاع مهم زي قطاع الاثار واللي بيتاثر بتغير المناخ. دي قصه ثانيه كانت عاملاها زميله ليا،
عن التأثيرات الصحية لتغير المناخ، بس هي ازاي تناولت القصة ديت. السنة اللي فاتت كان في سيول في محافظة أسوان، السيول دي أدت إن اللي هي جرفت العقارب من البخور بتاعتها. زميلتنا هديل الحضري عملت القصة ديت، إن هي بدأتها بقصة ست اسمها بدعة عايشة في أسوان، اتعرضت للدغة من لدغات العقارب ديت، فبالتالي هي قدرت تناقش موضوع كبير ومهم بس من طريقة إنسانية ومبسطة تجذب انتباه الناس اللي بعد ما هيقروا القصة ديت مش هينسوا الست اللي اسمها بتعة اللي اتعرضت لتأثير مباشر من التأثيرات الصحية لتغير المناخ. مش عايزة أطول عليكم علشان الوقت، ممكن نسكيب شوية أمثلة. دي مجموعة من المواقع اللي ممكن أنتوا كصحفيين تستفيدوا منها، بتقدم منح إنتاج، بتقدم ورش مجانية وتدريبات، بتقدم مؤتمرات، فرص تشارك في مؤتمرات دولية وغيرها. تابعوها باستمرار هتستفيدوا منها جدا. موقع اسمه كلايمت تراكر، موقع اسمه شبكة صحافة الأرض، موقع اسمه كفرنج كلايمت ناو، شبكة الصحفيين الدوليين السكشن بتاع الفرص، وموقع اسمه سي اف اي ومعهد دودة، وأخيرا مدرسة المناخ. هقول لكم بسرعة جدا ايه هي مدرسة المناخ ديت. دي مبادرة أسستها قبل سنة، مبادرة غير هادفة للربح، هدفها ان احنا نعمل تدريبات مجانية اونلاين تستفيد منها الطلبة على مستوى الوطن العربي والصحفيين على مستوى الوطن العربي. خلال السنة اللي فاتت عملنا أكتر من 10 تدريبات اوفلاين، وعملنا شراكات مع مؤسسات دعمتنا فقدرنا نعمل تدريبات اوفلاين بنناقش من خلالها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، بس طبعا بشكل مفصل، يعني جلسة مثلا عن المصادر المفتوحة، جلسة عن صحافة العلاقة بين قضايا الصحة وتغير المناخ، جلسة عن الجندر، ازاي نغطي قضايا النساء المتقاطعة مع تغير المناخ، وده موضوع كبير جدا. في قصص ونماذج وامثلة كتيرة ممكن نقدر نتكلم عنها. عملنا مسابقة للطلاب على مستوى الوطن العربي علشان نشجعهم يكتبوا عن تغير المناخ، وساعدناهم ينشروا القصص اللي بعتوها لنا، واديناهم جوائز تحفيزية. ممكن نستجيب بعده، دي الحاجات اللي عملناها. بعد كده عايزة بس اوريكم اللوجو بتاع المبادرة وصفحتها على الفيسبوك، علشان لو حابين ان انتوا تتابعونا وتستفيدوا من اي فعاليات احنا بنعملها. ممكن اللي بعده اخر حاجة، هي اسمها كلايمت سكول على الفيسبوك. احنا حاليا معانا 1700 صحفي في مصر وعلى مستوى الوطن العربي منضمين للمبادرة دي، وعندنا اكونت على تويتر، ودوت الايميل بتاع المبادرة. لو في اي حد محتاج يتواصل معايا هتلاقوني موجوده على المبادره، وهكون سعيده ان انتم تنضموا للتدريبات اللي بنعملها، واقدم لكم اي يعني دعم اقدر عليه. شكرا جدا. طبعا بنشكر استاذه رحمه على الانجاز والاضاءة في نفس الوقت. الحقيقه يعني انا ذات نفسي شخصيا استفدت من ادوات ومهاره اعداد وتنسيق المصادر للتغطيه الصحفيه الدقيقه اذا ما وصفناها بالمجال البيئي والصحافه البيئيه، فكل الشكر والتقدير لحضرتك. وطبعا يعني بنشكر حضرتك بتشريفك لينا النهارده. ودلوقتي حانت لحظه يعني تكريم الاستاذه الدكتوره ايناس ابو يوسف لتكريم استاذه رحمه ضياء، فتتفضل. مساء
الخير عليك. والحقيقه انا معايا البرزنتيشن بتاعي، بس انا كنت نتكلم مع بعض كده بالود اسال. طبعا انا بشكر جامعه الاهرام الكنديه الدكتوره مياس استاذتنا، بنشكر الدكتوره ما على مجهودها، بنشكركم لحضوركم النهارده تسمعونا. الحقيقه احنا كصحفيين من الشرف اللي من وقت ما بدانا في التسعينات كانت مجموعه صغيره جدا تشتغل في مجال الاعلام البيئي. مجال الاعلام البيئي مجال صعب جدا ومش سهل الصحفيين يشتغلوا فيه، لازم الصحفي اللي يكون بيشتغل فيه يكون حقه، يعني لان في مصطلحات معقده وفي موضوعات صعبه، فبيكون صعب على الصحفي، وده من اهم التحديات اللي بنواجهها. من وقت مؤتمر استوكهولم سنه 72 ابتدى يتكلموا عن الحقوق البيئيه وحقوق المواطن في الاعلام والحصول على المعلومات الخاصه بالبيئه، وابتدينا هنا في مصر يبقى في وزاره للبيئه في اوائل التسعينات اللي كانوا في الاول كان جهاز لشؤون البيئه. لما بقت وزاره وبقى في ابتدى الصحفيين يتجهوا للاعلام البيئي او الصحافه البيئيه، فابتدينا ان احنا نشتغل مع الوزاره. الحقيقه ما كانش فيه وعي، ما كانش فيه توعيه بالبيئه الا منذ انشاء الوزاره، كانت اول وزيره كانت الدكتوره ناديه مكرم عبيد ربنا يديها الصحه. فالحقيقه هي دعمتنا، احنا كنا مجموعه صغيره جدا، يعني منهم الاستاذ محمد عبد المنصور الله يرحمه، الاستاذه سوزان زكي الله يرحمها، اللي احنا عملنا الجائزه بتاعتها بجمعيه كتاب البيئه وخدتها زميلتنا الاستاذه رحمه اللي حصلت عليها السنه اللي فاتت. الحقيقه ابتدينا بقى نعمل اسسنا جمعيه كتاب البيئه والتنميه، ابتدينا نتحرك، وساعدتنا الوزاره في ان احنا نعمل صفحات متخصصه تدعمها الوزاره علشان يعمل توعيه. من ذلك الوقت فعلا حصل ان في الناس بقت تفهم يعني ايه بيئه، لان احنا عندنا صفحات ومساحات كانت احنا نملكها وابتدينا نكتب فيها. طيب انا هسالكم، احنا دلوقتي داخلين على كوب 27 مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حد يقدر يقول لي ايه هو الفرق بين المناخ وبين الطقس؟ ها حد؟ اتفضل. سامع صوت؟ عايز نسمع الصوت يا جماعه. لا مين تاني؟ اتفضل. تمام، يعني الطقس بيقاس في مده قصيره جدا، انما المناخ بيقاس على فترات طويله. علشان كده لما يقول لك ان درجه حراره الارض هترتفع درجه ونص، انت تقول درجه ونص ايه؟ لا احنا النهارده نبقى درجه حراره 30، بكره بتبقى 36، يعني ايه الكلام ده؟ لا هم بيحسبوها بمعدل على مدار مثلا من 30 ل 50 سنه، ويقولوا ان احنا نوصل لدرجه ونص. واذا احنا ما اتخذناش الاجراءات الضروريه على مستوى العالم والدول الصناعيه الكبرى، وارتفعت درجه حراره الارض فعلا الى 2 او 2.5 او 3، ممكن تؤدي الى ان هي تنهي الحياه على الارض. فالاعلام بيواجهوا تحديات كبيره جدا. اولا التحديات اللي بتواجه الصحفي، يعني انا يهمني ان انتوا يعني تقروا في المجال في القضايا والمشكلات البيئيه، لان انتوا ممكن تستخدموها او تستفيدوا منها في مشروعات التخرج بتاعتكم. بقت قضايا بتمس الحياه، بتمس الصحه، بتمس حياتنا اليوميه. اصبحت الصحافه عندنا كل الاقسام في الصحافه، اذا كان حتى القسم الاقتصاد، قسم الفن، قسم الاخبار، كله دلوقتي بيتناول قضايا البيئه في مجال من مجالات تتناولها، في الزراعه، في الصناعه، في يعني في اي موضوع عندنا بقت تخش البيئه في هذه الموضوع. الصحفي بقى ايه التحديات اللي بتواجه الصحفي؟ اولا الصحفي بيبقى هو
صحفي فمش متخصص في مجال معين، لما بيجي يخش مجال البيئة، مجال البيئة بيكون صعب عليه، فأحيانا بيبقى عنده صعوبة في إن هو يوضح المصطلح للقارئ، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا إذا هو مش مدرك ومش فاهم المصطلح اللي هو بيكتبه، هيوصله خطأ للقارئ أو هيخلي الموضوع يبقى يعني مش مفهوم، ويخلي القارئ يهرب من قراءة الموضوع، مع إن الموضوع ممكن يكون مهم جدا. برضو الصحفي بيواجه مشكلة أخرى في يعني اتكلمنا عن المصطلحات ولغة الكتابة، بنتكلم عن إن هو يكون مؤهل ويعرف إزاي يكتب في هذا المجال. طبعا في بعض الصحفيين حبوا ينموا أنفسهم بأن هم يعملوا دراسات زي حالاتي كده، أنا من التسعينات وأنا بعمل دراسات، وكان أستاذ الدكتور عبد المسيح وخدت الماجستير والدكتوراه، في عدد كبير من الصحفيين حاليا بيدرسوا وبياخدوا الماجستير والدكتوراه في هذا المجال. احنا كان عددنا في التسعينات مثلا ما يتعداش 7-8 صحفيين، حاليا تعدينا 100 صحفي اللي بيكتب في مجال البيئه، وبيتعمل لهم دورات تدريبيه وتاهيل من خلال الجمعيه، جمعيه مدير البيئه والتنميه، من خلال بعض البرامج اللي بتعملها الوزاره. اتمنى ان يكون في بدل ال 100 200 و300 و500، طبعا ده بمشاركتكم ان انتم صحفيين واعلاميين المستقبل. التحدي الاكبر في مشكله الكتابه في مجال البيئه خاصه بالمؤسسات الصحفيه. المؤسسات طبعا بتعتبر البيئه موضوع مش مهم بالنسبه ليهم، وغير جاذب للجريده وللاعلانات وللقراء. فده بيواجهنا كمشكله في ان احنا يبقى عندنا مساحات نكتب في هذه الصحف. عشان كده وزاره البيئه في التسعينات قالت ان احنا هندعم لكم صحف، فكانت بتدعم الصحف بمبلغ مادي سنويا، لكن ده كان تكلفه الورق الاحبار والمستلزمات انتاج الصفحه اللي بتتعمل عن البيئه. يعني اذا كانت الصفحه بتتحسب اعلانيه ب 100,000 جنيه مثلا في جريده الاهرام في المره الواحده، لكن الوزارة كان بتدفع مثلا 90,000 جنيه في السنة كلها عشان نعمل صفحة أسبوعية عن البيئة. أقسام البيئة كلها اللي كانت في الصحف دي وتأسست في التسعينات ابتدت تتراجع من وقت الأزمات السياسية، وما بقاش فيه ولا صفحة من الصفحات اللي موجودة في التسعينات، وبقى عندنا بس هو قسم البيئه اللي في الاهرام، لكن برضه ما فيش صفحه، في قسم بدون صفحه، والصحفيين بيكتبوا الموضوعات بتاعتهم وبينشروها في اي موقع. فاحنا عندنا قله المساحات اللي احنا نقدر نكتب فيها. لما يجي اعلان مثلا في الجورنال، اول حاجه يشيلوها او يستغنوا عنها في الجريده، بيبقى الموضوع اللي بيكون بيناقش قضية بيئية أو صفحة البيئة إذا كانت الصفحة موجودة. برضو الصحفي اللي بيعتمد على إن هو ياخد الأخبار بتاعته من الوزارة علشان هو مندوب الوزارة، دون إن هو يتعب نفسه ويعمل تقرير ويعمل تحقيق ويعمل حوار، فدي أزمة بنواجهها فعلا، لأنه بيهرب إن هو يخش اعماق الموضوع لانه ما عندوش كفاءه او ما عندوش الحرفيه ان هو يقدم الموضوع ده، ودي مشكله بنواجهها. وعشان كده احنا فعلا كجمعيه كتاب البيئه او الصحفيين الرواد في مجال الصحافه البيئيه بنحاول ناهل الصحفيين الشباب، بنعمل لهم دورات تدريبيه وبنخليهم يخشوا معانا في حملات قويه جدا، وبنعمل لهم مسابقات علشان يتنافسوا عليها ويطلعوا لنا احسن ما عندهم. عايز اقول ان الاعلام البيئي او الصحافه البيئيه هي بقت من اهم الصحافه او الاعلام
على مستوى العالم في الوقت الحالي، ان هي بقت قضيه حياه. اتمنى ان انتم معظمكم تتجه لهذا الاتجاه، يقرا عن القضايا والمشكلات البيئيه سواء المحليه او الاقليميه او العالميه، يأهل نفسه. تستخدموه القصص والمشاكل والقضايا البيئيه في مشروعات تخرجكم، دي هتساعدكم وهتأهلكم. ده مجال مفتوح على فكره، لانه غير جاذب لصحفيين كتير، انتوا تبقوا صحفيين المستقبل واعلاميين المستقبل في مجال العمل البيئي ومجال تساعدوا المجتمع في حل المشكلات البيئيه، تساعدوا المجتمع في ان انتوا توعوه بالقضايا البيئيه والصحيه والزراعيه وكل المجالات. بتمنى لكم التوفيق. موجود معاكم ومحتاجين مننا اي حاجه نقدر نساعد فيها في الاعلام البيئي، في يعني التدريب كمان لو انتم محتاجين تدريب احنا نقدر نساعدكم. معانا الدكتوره مها، نقدر نتعاون ونعمل شغل كويس، والدكتوره ايناس هي بتدعمنا جاي، واحنا نقدر ندعمها ان شاء الله في مشروعات وفي برامج وفي حاجات كثيره نقدر نساعد بها. اشكركم واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. نشكر طبعا دكتور محمود بكر على يعني هذه المعلومات الثريه عن اهم المصطلحات والتضارب في المصطلحات في الصحافه البيئيه، وكذلك طبعا الاشاره لمشكله هامه في الصحافه البيئيه الا وهي قله المساحات الممنوحه للكتابه عن البيئه. والان تتقدم الاستاذه الدكتوره ايناس ابو يوسف لتقديم درع الحكم. وزيرة الثقافة على اتاحتها الفرصة لنشر الوعي البيئي والثقافي من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة، والحقيقة يعني بتدعمنا بتدعيم غير عادي لوجودنا معاكم ومع شباب كتير، لانكم انتم شباب نواة وكوادر المستقبل. شكر كل الشكر لسيرتها، شكر كل الشكر على ترحيب الإنسانة الجليلة الجميلة الأخت العزيزة الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام. شكرا لحضرتك على استضافتنا،
وشكرا لحضرتك على إتاحة الفرصة دي لطلابنا ولوجودك وتشريفك لهذه الندوة. شكر كل الشكر للأستاذ العالم الدليل صاحب الأفكار المستنيرة وصاحب الفكر الراقي الأستاذ الدكتور عبد المسيح سبعان أستاذ الأجيال في نشر أستاذ الأجيال في نشر الثقافة البيئية والوعي البيئي. رغم ما يكلفه هذا من مجهود ووقت إلا أنه متفاني ومعطاء، ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. شكر كل الشكر للدكتور محمود بكر على تدعيمه الدائم للجنة الجغرافيا والبيئة بوزارة الثقافة وعلى إتاحته الفرصة لينا لتواجدنا في أماكن كثيرة سواء في جريدة الأهرام أو في بيت الإعلام في مجالات متعددة. هو منارة للعطاء العلمي الفياض في مجال التوعية البيئية. شكرا دكتور محمود لحضرتك. الشكر الجميلة اللي بتقدمنا من الصبح وبتستقبلنا استقبال جميل. انت على فكرة ربنا سبحانه وتعالى قبل ما اشكرك بس ربنا اداكي موهبة ونعمة من ربنا نبرات صوتك فياضة، ربنا يحميك ويحفظك، يعني مذيعة بدرجة أولى يعني. وبعدين عرفت إن أنت دكتورة ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك. شكرا على طريقة التقديم وشكرا على الطلبة بقى اللي معانا كوادر الصحافة كلها وكوادر التوعية البيئية إن شاء الله. شكرا على المنظمين للندوة الطلبة اللي واقفين، جميل قوي تنظيمكم، حسيناها من أول ما دخلنا. بالنسبة بقى للطلبة الحاضرين حقيقة سيادة العميدة بعطائها الفياض أنا استأذنتها إن بعد معرض اللقاء الخاص بيا مهما كان وقته إن أنا هختار ثلاثة طلبة متميزين في اللقاء، والثلاثة الطلبة دول يقوموا يعرفوا نفسهم لكل زمايلهم وسوف تكرمهم سيادة العميدة في مؤتمر الكلية. شكرا لحضرتك. وبالتالي أنا عايزاكم تركزوا معايا عشان أنا عايز أختار الثلاثة الطلبة بأساميهم بالفرقة الدراسية اللي هم فيها وأدي أساميهم لسيادة العميدة في نهاية اللقاء لتكريمكم زي ما قلت في مؤتمر الكلية. هبدأ لقائي وعنوان موضوعي وهو دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة. دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة. دوركم ايه يا شباب في تحقيق التنمية المستدامة؟ هو ده الموضوع اللي انا هعرضه. وهعرض فيديوهات. ايه بقى الاسئلة اللي انا هسألها لحضراتكم وهنكرم عليها طلابنا المتميزين؟ الاسئلة اللي انا هسألها لحضراتكم انا هعرض 2 فيديو. استفدنا ايه من كل فيديو؟ عايز استفادة واحدة. وهعرض بعض الاسئلة المرتبطة باللقاء. كل سؤال عايزاه له جواب واحد بس صعوبة الجواب ان الجواب في كلمتين. اتفقنا؟ يعني هنركز مع الفيديو وهنقول استفدنا منه ايه. ادي اول طالب هيتم التكريم ومشاركة تقدير من سيادة العميدة. الفيديو الثاني استفدنا منه ايه وبرده هيتم تكريمه من سيادة العميدة. وبعد كده في 3 اسئلة. الطالب اللي هيجاوب على ال3 اسئلة كل سؤال اجابته في كلمتين له شهادة تقدير. اتفقنا على كده؟ خلاص متفقين؟ فمعلش انا استاذنكم بس اللجنه المنظمه الباب بس ما يتفتحش كتير ويتقفل وكده عشان بس اخد بالي من الطلبه اللي ورا زي الطلبه اللي قدام بالظبط. ابدا واقول بالنسبه للشباب من لم يخطط لنفسه خطط له الاخرين. من لم يخطط لنفسه اصبح اداه لتنفيذ الاخرين. من لم يخطط لنفسه اصبح اداه فشل. من لم يتقدم يتأخر. التقدم الحقيقي للإنسان هو الحرص على التعليم، الحرص على اكتساب المعلومة، الحرص على الثقافة المستمرة، الحرص على الوعي الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. مفيش آية في القرآن الكريم كله فيها كلمة زدني على العلم. يعني طلب استزادة العلم مش موجود غير وقل ربي زدني علما. مش هتلاقوا كلمة زدني تاني على العلم. إذا طلب العلم والسعي. تسمع عن دورة تدريبية احضرها.
تسمع عن ندوة احضرها، تسمع عن مؤتمر احضره، تسمع عن وجود ورشة عمل او وركشوب ثقافية او براكتس او عملية في موضوع احضرها. مش هتحضر حاجة فيها سعي للعلم الا ما هتستفيد منها، والا ما تعرف منها معلومة وتكتسب خبرة وتكتسب علاقة، عشان ده يؤهلك بما يسمى بدورك في تنمية نفسك. قبل ما يكون لك دور في المجتمع تنمي انت نفسك الاول. ما هو فقد الشيء لا يعطيه. انا لو مش متسلح بالعلم، مش متسلح بالمعلومه، مش متسلح بالثقافه، مش متسلح بالمعرفه، مش متسلح بالخبره، مش متسلح بنوع كبير جدا 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 من العطاء زي العمل والمشاركه التطوعيه وغيره وغيره. بحترم قوي الطلبه اللي بشوفهم قايمين بادوار جميلة جدا في المشاركة التطوعية في المجتمع، سواء كانت جمعيات أهلية أو غيره. التطوع بيفيد الإنسان خبرة، بيفيد الإنسان علاقات، بيفيد الإنسان مهارة، بيكون لك بعد ما بتتخرج سي في قوية. طالب مارس مشارك وعنده خبرات، حضر ندوات، حضر دورات تدريبية، ثقف نفسه، حضر مؤتمرات، حضر السي في بتاعته قوية، يبقى ده قادر على إني أأهله في إنه يلتحق بمجال عمل يليق بالسيرة الذاتية اللي هو كونها طول فترة الدراسة. وأهمها وأولها هو التسلح بالعلم. نشوف الفيديو وبعد كده آخد 2 طلبة يقولوا استفدنا إيه من الفيديو. ايوه، بما ان انتوا بقى الاعلاميين الاعلاميين الخدماء لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في امان بنوا سور الصين العظيم. اعتقدوا ان محدش هيقدر يتصنفوا، لكن للاسف خلال 100 سنه الاولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين لثلاث غزوات، وفي كل مره العدو ما كانش محتاج يتسلق السور او يقتحمه، لان ببساطه كانوا يدفعوا رشوه للحارس ويخشوا من الباب، لان الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر أهم من بناء الحضارة. وإحنا للأسف مش بعيد أبعد الصين. إحنا مش عارفين نبني أسرة. المفارقة بقى إن في بيوت فيها أسر وفي أسر مش لاقية بيوت زي أهالينا في العشوائيات. وفي نفس الوقت في قصور جواها أسر مهدومة. حتى القصور فيها قصور. أصل المسألة مش مسألة فلوس ولا ماديات ولا مستوى تعليمي ولا اجتماعي. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغيير دور الأم، اجعلها تخجل وصفها رب المنزل. كي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قدر من مكانته حتى يحتقر طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطع فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. 2 طلبة، أهم ما عرض في الفيديو واستفدنا منه إيه؟ أرجو بس الطالب اللي يتكلم يديني اسمه والفرقة الدراسية بتاعته، وهقول في الآخر مين الاثنين اللي استفادوا جدا من الفيديو وقدروا يربطوه بأهداف الندوة وهو مشاركة الشباب في التنمية المستدامة. الأخ اتفضل. لا اقف اكتر تكلمني عشان بس اسمعك وزمايلك يسمعوك. وريز يور فويس، علي صوتك. سيف الله عطا من دفعه التسميه اللي عملت الفيديو، حسيت ان الرساله منك بتتكلم عن التطور والتميز. لا انا عايزه معلش عشان بس تكون اجابتك محدده،
نقطتين انت استفدت فيهم من الفيديو، نقطتين بس. التطور يبدا من الانسان مش بالاهتمام بالانسان مش بالجماد او الشكليات. مش بس كده كمان بالتعليم. اشكرك. اسمك؟ حاجتين استفدتيهم؟ في المجتمع
المجتمع كله، يعني الشاب الغني جدا ياخد نفس الفرصه اللي الشاب الفقير جدا بياخدها. في ايه؟ صح كلامك صح انا معاك، بس ياخدها في ايه الفرصه؟ الشانس دي في ايه؟ يكتسب يعني فرصة للتعليم ويكتسب فرصة للوظيفة ويكتسب فرصة لل، قصدك كده؟ انه ياخد فرص؟ الشاب الفقير جدا اللي بياخد فرصة عالية، تقصد عدالة التوزيع؟ مش ده قصدك؟ صح برافو عليك. عدالة التوزيع هي عدالة اجتماعية. ايه تاني غير عدالة التوزيع؟ الاخت ايه القمر ده؟ صح صح جدا. طب لها اسم. نسمة ايه يا نسمة؟ نسمة عبد الشهيد. اخر ايه يعني تاني اسم معانا النهارده نسمة عبد الشهيد، والسبب ايه؟ نسمة قالت ايه؟ قالت انه العداله مش ان انا بس اخد، لا العداله ان يكون عندي فرصه ادي. ادوني فرصه اشارك، وادوني فرصة أثبت ذاتي، واديني فرصة أتواجد، واديني فرصة أظهر مهاراتي، واديني فرصة أظهر خبراتي، واديني فرصة أستثمر علاقاتي. ما أنا طالب إعلام وعندي علاقات كتيرة وأقدر أستثمرها، فادوني فرصة للعطاء، ادوني فرصة للمشاركة. دي قمة العدالة الاجتماعية، إن مش ناس تشارك وناس ما تشاركش، وناس تتواجد وناس ما تتواجدش، لا ما ينفعش. عدالة اجتماعية ان اشارك واخد فرصتي زي كل اقراني وزي اللي كل عندهم نفس كفاءاتي. العدالة مش ان انا بس اخد، ان انا بس ادي. في مشكلة بقى في العطاء بقت عند كل الشباب دلوقتي، والقيام بادوارهم الايجابية ومسؤولياتهم سواء ناحية البيئة او ناحية المجتمع، وهي فن ادارة الوقت. دلوقتي حاجات كتيرة ظاهرة في حياتكم يا شباب خلت استثمار الوقت وتنظيم الوقت والحرص على إقامة علاقات طيبة بينك وبين الآخرين بدأت كل قصتها تبقى من خلال موبايل وواتساب. صح؟ هنشوف فيديو وهنعلق عليه، وزي ما خدنا 2 طلبة في الفيديو الأولاني إن شاء الله ناخد 2 طلبة في الفيديو التاني. المتأمل انتوا تقولوا انكم بتتحدوا في شاشات موبايلاتكم اكتر من بتتحدوا في وشوش بعض، ما كنتوش عارفين الحكايه مش كده؟ انتوا بقيتوا مجرد مشاعر بتتحول لمجرد بوسترات. ليه؟ مش عايزين تتدفوا في بعض زي زمان؟ ليه؟ ايه اللي منعكم؟ 24 ساعه ماسكين يا عيني في موبايلاتكم مش قادرين. مفيش يا نهار اسود هعمل ايه؟ انا ما خدتش الموبايل معايا اعمل ايه؟ الناس بره بتعد الانجازات وانتوا هنا بتعدوا اللايكات والكومنتات. والفولورز يا مس برافو عليك. الناس بره يا حبيبي بتعد الانجازات وانتوا هنا بتعدوا اللايكات. انا رايي انكم تفوقوا بقى، ما تدربوش حل تاني صدقوني. اللي في ايديكم ده وسيله للاتصال مش للانتصار. بس هما ضربوكوا كويس، برمجوكوا صح. بس اللي مش قادر افهمه ان بكره ده بتاعكم مش بتاعنا خالص على فكره. بايعينكم قوي في ده مين؟ مش خايفين عليه ليه؟ مصلحتكم في كده ايه؟ صار ان انا واقفه بكلم نفسي في فصل فاضي ما فيهوش حد. أحب أقول لكم حاجة لازم تفهموها كويس. العيب يا ولاد عمره ما بيبقى على اللي بيعرض. العيب دايما على اللي بيوافق. ما توافقوش. ما تبقوش بكرة. بكرة مش في الجهاز ده. بكرة بره. عشان خاطري يا شيخ. أسمع 2 طلبة. اثنين طلبة الأخ؟ يس. بس ما شاء الله يعني بيعرض التأثير السلبي للزوجة، وكل الناس دلوقتي بتطلب الموبايلات زي ما هو عرض. الناس نسيت حياتها اللي بره، مركزة في الموبايل في اللايكات والفولورز والكلام ده. ده ممكن يضيع عليهم فرص كتير جدا. أنت لو عايز تتحسن تتعلم أو تستفيد، اركن الموبايل على جنب،
العلاقات مع الناس مهمه. لا اقف حضرتك بقى، انت بتتكلم كلام حلو. العلاقات مع الناس حلوه. العلاقات الطيبه تفيد في ايه البني ادم؟ تقدر تقيم علاقات وانت طول الوقت ماسك الموبايل؟ الموبايل زي ما شفت من الفيديو له تأثير سلبي عن فن إدارة وقتك؟ ستيب باي ستيب ادمانك للموبايل المستمر بالاربع ساعات في اليوم ده يجيب عزلة اجتماعية. اسمك؟ حاتم. شكرك يا حاتم. عندنا اول واحد سيف، تاني واحدة نسمة عبد الشهيد، تالت واحد حاتم محمد. رأي تاني في الفيديو؟ حاول تاني. فيس تو فيس. اه بالظبط زي ما هي بتقول، وحطت ايديها على نقطه مهمه قوي. فقدان خبرات الحياه الاجتماعيه ما يجيش، فقدان خبرات الحياه عموما مش بس الاجتماعيه، خبرات الحياه المهنيه، خبرات الحياه العلميه، خبرات الحياه واتيفر بقى ايا كان نوع الخبرات، بس الخبرات دي لا تكتسب الا فيس تو فيس، لا تكتسب الا بفن اداره وقت. عشان اوجد لنفسي مساحه من التواجد لاكتساب الخبرات دي لازم يكون عندي فن اداره الوقت، لازم ابقى عارف الوقت ده اعمل ايه، في الوقت ده اعمل ايه، في الوقت ده اعمل ايه. ممكن يكون عندكم مهارات على فكره شخصيه، ومهارات في الخبره، ومهارات في المعلومه، ومهارات ومهارات ومهارات، وبالرغم من كده عدم استثمارك لوقتك الاستثمار الصح يخليك تعمل ايه؟ يخليك تفقد كل ده، لانه اغلى شيء انت معانا في الشهادات، اغلى شيء ممكن يمشي وما يرجعش هو الوقت. الوقت لما بيمشي ما بيرجعش. انت فقدته وفقدت فيه حرصك على نفسك، وفقدت فيه استثماره في انجاز انت تعمله في حياتك، وفقدت فيه عمرك اللي برضه ما بيرجعش. الوقت مهم جدا جدا جدا. ليها نقطه هي قالتها مهمه هنشوفها في اخر فيديو، وهو العلاقات. بس قبل ما اقول حكايه العلاقات انا عايزه اقول تعليق كان دايما بيقوله استاذي واستاذ الاجيال كلها دكتور عبد المسيح سمعان، كان يقعد يسالنا دايما واحنا في لجنه الجغرافيا الكبيره وهو مقرر اللجنه واستاذنا كلنا، كان يقول يا جماعه مين هو صاحب السعاده؟ عايزه اثنين يقولوا لي مين هو صاحب السعاده. اكتر واحد سعيد في الدنيا مين هو؟ اقعدي دي فرصه غيرك بقى. اكتر واحد سعيد في الدنيا مين؟ بنوته. علي صوتك. اكتر واحد سعيد في الدنيا اللي حاسس بالرضا، ادي اجابه. اكتر واحد سعيد في الدنيا يبقى مين؟ يبقى عنده ايه؟ عنده استثمار للوقت، ادي اجابه ثانيه. لا اللي جنبك، اللي جنب اللي قال، اتفضل. ايوه انت. الاخ ايوه. صحه وستر سعاده، ايه تاني؟ ايه تاني تسبب سعاده؟ المبادئ تسبب سعاده. الاخ اللي ورا اتفضل. يس ايوه انت. عنده رضا. عنده فاميلي. ها؟ طيب نشوف الفيديو ونشوف مين هو صاحب السعاده في الدنيا. What is the key to happiness? Is it more money? A bigger house? Fancy cars? Another degree to put on your wall? Well, it turns out it's actually none of those. And there's proof now, because Harvard did an 80-year study on happiness that started in 1938, where they interviewed 724 teenage boys from all walks of life, from students at Harvard to boys that lived in houses with no running water. And overall, there was one key factor to a person's happiness, no matter where they came from or how successful they did or did not become.
And over the course of 80 years, Harvard found out that the number one thing that mattered the most to an overall happiness that a person had was this: the quality of their relationships. Now, this is not how many friends they had on Facebook or how many people they had stored inside of their cell phones. Quality and the depth of their closest relationships. And they started this study when these men were in their late teens and kept it going all the way until their deaths, interviewing them every 2 years. And they sat down in their living rooms. They got their medical records. They talked to their doctors. They did brain scans. They interviewed their wives, their children, and over 2,000 of their grandchildren over the course of the years. And over again, they found that happiness or lack of happiness came from their relationships. But there was one interesting finding that the professors did not expect. The Harvard professors learned that the happiest people in the study were not only deeply connected with friends and family and their community, but they actually lived longer than those that were not. And they realized that social connections keep us healthier. And loneliness is toxic. Loneliness kills. In fact, 70 different studies across the world with 3.4 million participants found out that social isolation and loneliness are linked to premature death. And they found that the men that had the greatest levels of satisfaction in their relationship when they were 50 years old were the healthiest. And the ones that had the lowest levels of satisfaction in their relationships at 50, they didn't even make it to their 80s. So, what can we learn from these men over this 80-year study? If you want to be happy, then there's one thing that you should focus on, and that's the quality of your relationships. اثنين طلبة أهم استفادة، نقطتين بالظبط. يعني اليوم يقول لي نقطتين بالظبط أهم استفادة. الأخ في الآخر. أيوة أنت. اسمك الأول. اسمك. شريف عماد. فرقة كام؟ رابعة؟ قول يا شريف. أأكد لك على كلامك وأقول لك عشان أشارك، عشان أتطوع، عشان أأدي دوري، علشان خاطر أنفع الناس بكل معلوماتي وخبراتي، عشان أبقى كادر من كوادر الإعلام البيئي في مصر، لازم علاقات طيبة. أشكرك يا شريف، صح كده. لا، نقطتين مهمين شفتيهم. أو فن استثمار العلاقات وفن تكوين العلاقات هو دور مهم جدا لحضراتكم، سواء اذا كان في مجال التنميه المستدامه او في مجال الوعي البيئي او في مجال التنميه البيئيه، في اي مجال هو على البعيد والبعيد الاخر هو نوع من بناء الشخصيه اللي بنسعى ليها جميعا. اخر طلب. برافو برافو. ان انا ما بركزش على ما هو ظاهري، بركز على ما هو ثابت، ما بركزش على ما هو غير مستمر، بركز على المستمر، وبركز كمان على نوع الاستثمار الحقيقي في حياة الانسان اللي كل الناس بتفهمه بمفهوم، والفيديو عرضه بمفهوم تاني. اخر طالب. العلاقات بتدي اكتساب خبرة في استباق التعامل، والخبرة شتى مجهز الحياة. العلاقات الجيدة بتعمل تفاهم في التعامل وبتدي نجاح لأهلي، والروابط الاجتماعية بتثبت روح الأمل بتبص. شكرا. آخر خاطر اتعرض في الفيديو لما اتكلم
عمره في حته ان انت لما تتابع علاقات كويسه مع الناس ده ممكن يكون عمرك. حتى هو معمول احصائيه قالوا الناس في سن ال 50 ممكن يوصلوا لسن ال 80 عشان هم حواليهم ناس مش حاسين بالوقت. عكس الناس اللي ممكن تكون بدري. اسمك ايه؟ حاتم محمد. اسمك عندي حاتم، فرق كام؟ انت عندك ما شاء الله تبارك الله عليك وربنا يحميك ويحفظك قوه ملاحظه جميله، حافظ عليها لان دي اول مهاره عند الانسان الناجح هي قوه الملاحظه. اشكركم كل الشكر على حسن الاستماع واسفل الاداره اسفل الاداره. استمتعت من الفيديوهات، استمتعت من حتى الكومبيتيشن المسابقه ما بين الطلبه، وفكره برضو التكريم يعني فكره بصراحه لائقه جدا، فليها مننا كلنا كل الحب والاحترام. وحقيقي استفدنا منها يعني في كيفيه اذا ما عملنا ما تحدثت عنه الدكتوره عن تنميه او اهميه مهارات التسلح بالعلم، وكذلك اهميه ان يكون عند الإنسان الوعي والثقافة الكافية والفارق ما بين الثقافة والوعي، وكذلك كيفية إدارة فنون الوقت وكيفية إدارة العلاقات للوصول بها إلى ما يسمى بجودة العلاقات الاجتماعية. كل الشكر لحضرتك. دلوقتي تتفضل الأستاذة الدكتورة إيمان سيف يوسف لتسليم درع التكريم للدكتورة فاطمة عبد الله. وسيتم مناقشة أسباب وتداعيات تغير المناخ فليتفضل. سياده العميده دكتوره ايناس الحقيقه من ساعه ما جينا وهي عماله بترحب بينا واحنا مذنبينها معانا، بس يعني طبعا هي مقررانا طبعا سياده الوكيله والدكتوره مها وكل الناس الحقيقه وكل الناس اللي بينظموا يعني اخر واحد اصعب واحد بيتكلم صعب طبعا والساعه كمان اتنين وشويه، فلكن احنا هنحاول كده يعني نوصف لحضراتكم يمكن الكلام اللي سمعتوه هو الكلام الجناح الاولاني من الاعلام، جناح الاولاني من الاعلام اللي هو ازاي نقدم القضيه، والجناح الثاني هي ايه القضيه اصلا اللي احنا هنقدمها، وده اللي انا هقدمه، يعني الاعلام دايما جناحين، يقول مضمون وشكل،
انتوا عندكم الشكل وقال الدكتور والدكتوره قالوا كلام كتير ازاي نقدم الاعلام البيئي، ولكن احنا هنتكلم بقى دلوقتي عن الظاهره نفسها. ايه هي الظاهره؟ هبدا بحضراتكم عشان نسهل قوي القصه بفيلم كده حوالي 6 دقايق. ايه رايكم في الفيلم؟ ايه اللي شفناه؟ يعني ايه المشكله؟ احنا دلوقتي دايما اول نعرف ايه المشكله وايه اسبابها وايه اثارها وايه الحل. احنا دايما نوصف كده في كل الشغل التوعيه والاعلام، نقول بس للناس ايه المشكله. هو احنا عندنا مشكله ولا ما عندناش مشكله؟ عندنا مشاكل. طب يلا حد يقول لنا مشكله. ايه شايفين ايه في الفيلم؟ اتفضلي. حد عارف الإشاعة ده ايه اللي على الأرض؟ ولا فكرة ازاي؟ تمام. طيب اتفضلي. شكرا. هقول لكم كده باختصار. أول حاجة، هو اسمه مناخ ولا مناخ؟ مناخ. تمام؟ وعارفين السبب أو عارفين الفرق؟ عارفين الفرق ولا مش عارفين؟ طيب المناخ والمناخ. المناخ هو برق الجمل على الأرض، ده بنسميه مناخ. اما مناخ اللي هو الظاهره اللي احنا بنتكلم عليها، فخلي بالكم من الايه، اللي ينطق الكلمه ينطق صح.
فرق بين المناخ والمناخ. يوم طيب. الحاجة التانية هو الدكتور محمود قال الفرق بين الطقس والمناخ اللي هو حالة يومية وده حالة تقعد 30-50 سنة. طيب هو ايه الأسباب؟ تعالوا كده نبص كده مع بعض. انا هجري طبعا ادي المناخ وادي الطقس تمام. طيب تعال نشوف الهواء الجوي فيه قد ايه من الغازات. 78% نيتروجين، 20% اكسجين، ثاني اكسيد الكربون 28%. النسبه دي قليله ولا كبيره؟ جدا. يعني شوفوا النيتروجين والاكسجين، اما ثاني اكسيد الكربون حاجه ايه. وخلي بالنا ربنا سبحانه وتعالى كان يعني حاطط النسبه دي عشان حاجه هنقولها دلوقتي مهمه جدا. طيب بقيه الغازات بقى حاجات ايه؟ حاجات بسيطه جدا. يعني طيب احنا بنعيش على الارض، اسمها الطبقه اللي بنعيش على الارض اسمها ايه؟ تروبوسفير. دي بتمتد حتى 18 كيلو عند خط الاستواء و8 كيلو عند القطبين. المنطقه دي هي اللي فيها كل ظواهر الحياه، فيها الغازات وفيها الانسان والنبات وكل الملوثات اللي هي بتطلع. يبقى احنا بنعيش في دائره قطرها 18 خط الاستواء كيلو و8 عند القطبين. دي الحته اللي احنا شغالين فيها. طبعا في طبقات ثانيه بس خلينا اوضح حاجه. فرق كبير. ناس تسمع تقول لك ايه؟ الاوزون هو اللي مبوظ الدنيا، صح؟ نسمع كده في الشارع ملوش علاقه. الاوزون حاجه يقول لك ثقب الاوزون هو ايه؟ هو المسبب لظاهره التغير المناخي. لا، اقول لكم كده باختصار. ثقب الاوزون ده او الاوزون الاول فين؟ في الطبقه الثانيه من الغلاف الجوي. ربنا كده حط لنا طبقه اسمها الاوزون. الاوزون ده عباره عن ثلاث ذرات اكسجين متحدين مع بعض. بتعمل ايه الاوزون دي؟ اشعه الشمس بتنزل نوعين من الاشعه، تحت حمراء وفوق بنفسجيه. طيب الفوق بنفسجيه لو نزلت على الارض تعمل لنا ايه؟ اخطار شديده جدا، العمى والسرطانات وحاجات كتير. فراح ربنا عامل لنا ايه؟ فلتر طبيعي يمنع وصول الاشعه فوق البنفسجيه الى الارض. شكرا. تمام؟ مفيش اشعه بقى ايه تبقى ضاره على الانسان. ايه اللي حصل في ثقب الاوزون؟ الناس لما اشتغلت تكييفات وبخاخات ومبيدات فيها ماده اسمها الفريون. عارفين الفريون ده اللي هو ايه؟ اللي في الثلاجه. الثلاجه لما تعطل يقول لك الفريون يبقى في جهشيه يعمل لك بتاع كده ويشحن لك فريون. الفريون ده عباره عن ثلاث غازات. كلور فلور وكربون، ثلاثة مع بعض، هما اللي بيعملوا التبليد. لقوا إن الغاز ده أخف من الهواء، فطلع فين؟ إلى طبقات الجو. لقى مين قدامه؟ الأوزون، كالي الأوزون، تفاعل معاه. وبالتالي أشعة الفوق البنفسجية تكتر ولا تقل؟ تكتر، لأن الطبقة ابتدت إيه؟ تقل. دي ظاهرة بس حبيت أوضحكم، وظاهرة الاحتباس الحراري دي ظاهرة إيه؟ ظاهرة تانية خالص. يبقى ظاهرة التخلخل أو ثقب الاوزون مجازا في الطبقه الثانيه، ودي ملهاش علاقه بالاحتباس الحراري اللي هو بيجي على طبقه التروبوسفير. حلوه. طبعا ما هو التغير المناخي؟ هو اختلال في الظروف الايه الطبيعيه زي الحراره وانماط الرياح اللي بتميز كل منطقه. كل بلد لها مناخ. فاكرين في الجغرافيا زمان كنا في الكتاب بنقول ايه؟ حار جاف صيفا دفيق مطر. فاكرين المسرحيه بتاعت فؤاد المهندس؟ فاللي كان بيقول فيها العباره المشهوره، فهو نفس اللي ايه نفس الكلام. طيب ايه اللي بيعمل المشكله؟ طبعا نسيبنا من العوامل الطبيعيه لانها دي بسيطه، تعال نشوف العوامل البشريه. اول حاجه زياده تركيزات ثاني اكسيد الكربون. طب ثاني اكسيد الكربون ده طلع منين؟ كل مصانع، سيارات، عربيات، طيارات، كل ده بيطلع ثاني لانه بيستخدم الطاقه اللي هي ايه؟ الاحفوريه اللي هي الفحم والبترول، صح؟ دول لما يتحرقوا بيطلعوا ثاني اكسيد الكربون. يبقى كل ده بيطلع ثاني اكسيد الكربون وبعض الغازات الاخرى زي الميثان وغيره. ودي بتعرف باسم ايه؟ الغازات الدفيئه، هي اللي عامله الدفء، وده اللي بيسموه ظاهره الاحتباس الحراري. واقول لكم دلوقتي وصف الظاهره. الحاجه الثانيه اللي كمان السبب زياده الغبار في الهواء الجوي. كل ما بيزيد الغبار وده بيأكد لنا ان الريف احسن من المدينه. ليه الريف الغبار بتاعه قليل؟
انما المدينه فيها غبار كتير وده بيخلي الحراره تمتص اكتر وتشع ليلا وبالتالي ده بيزود درجات الحراره. الحاجه الثالثه كمان احنا بنعمل ايه في الاشجار؟ بنقطع الاشجار. طب الاشجار دي بتعمل ايه؟ بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتدينا اكسجين. تخيلوا انها نقطع الغابات والاشجار وتعمل لنا مشكله ان هي كمان بتزود. يبقى النشاط البشري وقطع الغابات كل دي انشطه بشريه بتساعد على مشكله الاحتباس الحراري. طيب تعالوا بقى، هل فعلا بيتغير درجات الحراره او مناخ الارض بالفعل؟ طيب تعالوا نشوف ايه حكايه الصوبه دي وليه. اقول لكم السر بقى، هو ليه درجات الحراره وايه علاقته بثاني اكسيد الكربون؟ تمام، هديكم مثال بسيط. اللي عنده عربيه سابها جنب الرصيف وخرج ساعتين ثلاثه ورجع، فتح العربيه لقاها جوه من ايه، سخنه ولا بارده؟ جدا. حتى في ايام الصيف ما بنقدرش نمسك الدريكسيون، حد سخن جوه العربيه؟ طب ايه اللي حصل؟ حد يقدر يفسر ده ليه سخنه؟ اتفضل. شو عدم هو دخل، طب ليه ما طلعش؟ يعني ليه سر؟ طب هو دخل؟ طب ايه اللي ما خرجوش؟ هو دخل زي ما دخل زي ما خرج. طيب هقول لكم باختصار، الشمس وهي داخلة تخش من الإزاز بدون ممانعة، الأرض تمتص أو العربية تمتص جزء وبعدين تعكس زيادة، تيجي تعكس زيادة الإزاز ما يطلعهاش. طب ما أنت منزلها يا عم من شوية، ليه مش عاوز تطلعها؟ اللي بيحصل ده في العربية هو نفسه اللي بيحصل في الطبيعة. ثاني أكسيد الكربون اعتبروه إزاز العربية، يسمح بالأشعة وهي نازلة خلاص إلى الأرض بدون ممانعة، الأرض تمتص اللي هي عاوزاه وتعكس الزيادة. تيجي تعكس الزيادة ثاني أكسيد الكربون يقول لها إيه؟ خليكي بقى معايا. ليه بقى؟ إيه السر في كده؟ الناس بقى اللي بتدرس فيزياء وعارفة، أي شعاع بيمشي في الطبيعة بيمشي بطول موجة، له طول موجة بيمشي بيه، وهو نازل بيمشي بأطوال موجية قصيرة. ثاني أكسيد الكربون من خصائصه يسمح للامواج القصيره بانها تعدي من خلاله ويصل الى الارض. عندما يعكس الشعاع نفسه يعكس عشان يطلع بيغير الطول الموجي من قصير لطويل، من ميزات او من سمات ثاني اكسيد الكربون لا يسمح للامواج الطويله ان هي ايه؟ تعدي من جواه، يروح ما يعمل ايه؟ مسك. عرفتوا بقى السر؟ هو ده سر الظاهره. وده لازم نقوله للناس، الناس بتقول لك ثاني اكسيد الكربون ومش عارف ايه والحرق، طب ليه؟ لازم الناس تعرف ان ده بيحصل. وبالتالي عشان كده ربنا سبحانه خلى النسبه دي كام؟ 28% في المية، 28 جزء في المليون. طيب نسال سؤال، لو واحد بيجري ورا 10 يمسك كام؟ 2 3. لكن لو 5 بيمسكوا ال 10 هيمسكوهم. زادت بقى نسبة ثاني أكسيد الكربون من 200 جزء في المليون إلى 400 جزء في المليون، يعني الضعف. إذا ده معناه احتباس حراري أكتر، صح؟ يعني بدل ما كله بيطلع يتمسك إيه؟ يتمسك أرض. زادت درجات الحرارة على الأرض من 1860 حتى الآن كام درجة؟ درجة واتنين من عشرة. طبعًا زي ما قال الدكتور محمود كل الهوسة دي عاملينها عشان درجة واتنين من عشرة. أديك مثال بسيط، لو واحد قريبك ولا اي حد في البيت زادت درجته نص درجه، عيان ولا مش عيان؟ بقى شكرا نص، صح؟ درجه ونص. لا ده احنا دخلنا بقى ايه في مرحله، نعتبر هذا زي الطفل بالظبط. اذا نص درجه تقدر تغير حاجات كتير جدا.
إذا دي يا جماعة الظاهرة باختصار بسيط جدا ونقدر نقولها للناس ونقول لهم إيه السبب. وطبعا زي ما قلنا كل الأنشطة البشرية هي اللي زودت نسبة سكان متوقع خلال سنوات قليلة تصل إلى 560 جزء في المليون. يعني ده معنى إيه؟ احتباس حراري أكتر. كل العالم من خلال كل المؤتمرات بتقول لابد إن إحنا ما نزودش درجة الحرارة عن درجة ونص. يعني زي اتفاق باريس كده 2015، زي مصر ما هتنظم ان شاء الله كوب 27، هما قالوا اتفقوا ان ما تزيدش درجه الحراره كام؟ عن درجه ونص، عشان دي الدرجه اللي نقدر نتكيف ونتعايش معها. لكن السيناريوهات بتقول انه احتمال على 2100 تصل الى درجتين ونص، وده هيبقى شيء صعب جدا ان لم يتخذ العالم اجراءات فوريه للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. يبقى عرفنا ايه الظاهره، وعرفنا يعني ايه تغير المناخ، وعرفنا ايه سبب حدوث الظاهره وهو ثاني اكسيد الكربون وبعض الغازات اللي بتعمل هذا الاحتباس بالطريقه اللي انا قلت عليها. طيب ايه الاثار المترتبه بقى على الكلام ده؟ الصحه تتاثر ولا ما تتاثرش؟ بايه؟ ناخد مثالين بس عشان الوقت. اول حاجه ممكن الناس تيجي لها ضربه حراره، عارفين ضربه الشمس؟ ضربه الشمس ده مجازا هي، لكن هي اسمها هيت ستراك، يعني ضربه الحراره. ممكن الواحد في بيته نتيجه الحر الشديد يجي له ممكن ما يمشيش في الشمس، بس هي مجازا يعني. ليه؟ في حاجه اسمها الهايبوثالاموس في المخ. الهايبوثالاموس ده اللي بيطلع العرق. لما الانسان يحتر جدا يطلع عرق يسحب الحراره اللي جواه. لما بتيجي الحراره الجامده الهايبوثالاموس ده يقف. اشتغلش، يبقى العرق ما يطلعش، يبقى الحراره تحتبس داخل الانسان. يبقى اول تاثير، مش كده دايما يقولوا اللي عنده ضربه شمس حطوه في الايه؟ في الميه. الميه تبرد الهايبوثالاموس يبتدي يشتغل ميكانيزم العرق يبتدي يفقد الحراره. وبالتالي اول تداعي في الصحه حدوث ضربه الايه؟ الحراره. التداعي الثاني اول حاجه بسيطه، حضراتكم الملاريا على سبيل المثال بتيجي في المناطق مين؟ استوائيه الحر. طيب لو بلد الحراره بتاعتها معتدله ابتدت تحتر تنتقل لايه؟ الملاريا لهذه المناطق. يبقى اذا خريطه الامراض سوف ايه؟ تتغير في العالم من مناطق الى ايه؟ الى مناطق اخرى. ادي الصحه. طيب الغذاء يتاثر او مش يتاثر؟ طيب اديكم مثلا بسيط، ساعات تروح كده يعني سوبر ماركت ولا بتاع الطماطم، تلاقي الطماطم ب 30 جنيه، يقول لك الطماطم ليه يا عم؟ يقول لك اصل الحراره ضربت الايه؟ المحصول. يعني جت شويه حراره زياده موجه في اثناء نمو الطماطم فضربت المحصول، هذا هو ما سيحدث. اذا زادت درجات الحراره كل المحاصيل تعمل لها ايه؟ تتاثر بدرجات الحراره. عشان كده كل محصول بينمو في درجات حراره معينه، لو زادت تقل الانتاجيه الزراعيه. المحصول الوحيد الذي ينمو من هذا الاثر هو القطن الذي سيزيد في درجات الحراره، اما بقيه المحاصيل كلها الذره والقمح والارز والحاجات دي تتاثر في ذلك. ادي ثلاثه، قلنا اول حاجه صحه، قلنا ثاني حاجه الغذاء. الميه انتوا بتشوفوا في الفيلم مناطق ابتدت ايه؟ جفاف، ومناطق ابتدت تغرق. وحصل ايه؟ حضراتكم عارفين لما درجات الحراره تسخن هتسخن اكتر ميه البحر، تقوم تطلع بخار اكتر، يكون سحاب اكتر. طيب الرياح بتحرك السحاب، بدل ما تنزل في النهر هتنزل في مناطق ثانيه، يعني يحصل لها شيفت كده. تغرق مناطق ومناطق ايه تانية. زي ما شفتوا في فرنسا، شفتوا في الصين ان انهار جفت، نهر جف منيش ليه؟ الميه المفروض بتنزل في المنطقه دي. راحت ايه؟ نازله في منطقه ثانيه نتيجه تغير المناخ. يبقى وارد جدا ان احنا ايه؟ نتاثر بقله الميه. بالمناسبه مصر حسب الاتفاقيات الدوليه بتاخد كم ميه؟ حسب اتفاقيه 59 بتاخد 55.5 مليار متر مكعب. ايام ما كان عددنا كام؟ 20 مليون. دلوقتي نفس الحصه وعددنا 104 مليون. يبقى اذا نصيب الفرق. عشان كده يا شباب لازم كل واحد يخلي باله من الميه بالذات، يرشد على قدر المستطاع الميه.
عشان احنا مصر دوله مش منتجه للميه، احنا دوله مصب، يعني ما عندناش انتاج الميه غير هما شويه مياه جوفيه. طيب يبقى قلنا افتكروا الصحه، الغذاء، الميه. طب ايه كمان؟ التنوع البيولوجي في العالم، الشجر والنبات هل كل ده يتأثر؟ طبعا كل كائن حي. هل يستطيع الجمل ان يعيش في منطقه بارده او ان الدب يروح يعيش في الصحراء؟ لا. ليه؟ لان كل الكائنات، وطبعا كل كائن حي خلقه ربنا له فائده. مفيش حاجه احنا ممكن نتخيل انه حاجه ملهاش لازمه او ليه ربنا خلقها، هي ليه ربنا خلقها لانها دور في ايه؟ في التوازن الطبيعي. يبقى واقول لكم مثال برضو بسيط. عارفين الشعاب المرجانيه لونها ايه؟ جميل ورائع، وناس تيجي السياح وتشوف وروحنا اي مناطق في شرم الشيخ وغيرها بنتفرج عليها. هيحصل لو زادت درجه حراره الميه يحصل ابيضاج الشعاب المرجانيه، خلاص تبيض كانها زادت بقت ايه؟ صخر ابيض. حتى يروح يزوره يبقى اذا السياحه تقدر ان هي كمان ايه؟ تدرس. يبقى اتكلمنا عن الصحه، اتكلمنا عن الغذاء، اتكلمنا عن الميه، اتكلمنا عن الايه؟ تنوع البيولوجي. كمان الغابات تتاثر، شفتوا الفيلم؟ الغابات ابتدت ايه؟ تتحرق نتيجه الاحترار الشديد. طبعا الغابات لما تتحرق ده معناها ان الشجر هيقل، ده معناها ان ثاني اكسيد الكربون هيزيد لان الغابات ابتدت ايه؟ ابتدت تتحرق. يبقى دي كلها تداعيات ولا مش تداعيات؟ تداعيات. طب تعالى نشوف هنعمل ايه بقى؟ انا طبعا جازيت شويه حاجات كتيره قوي. خلاص انا قلت كل ده عشان الوقت. طبعا حدث ذوبان الجليد وقلنا كل ده حصل، الاثار المترتبه ايه؟ قلنا النظم البيئيه، مستوى البحار سريع، مستوى البحار والمحيطات هيزيد. ليه؟ لان لما درجات الحراره على الارض هتزيد، القطبين الشمالي والجنوبي يحصل لهم اذابه، يبتدي يتملئ البحر، يغطي مناطق شاطئيه، في كل المناطق تبتدي تغرق، وبالتالي يحصل ما يسمى باللجوء البيئي، يعني ناس تروح من مناطق الى مناطق ايه؟ تاثر بارض المياه قلنا، الزراعه قلنا، طبعا الكوارث البيئيه والمستوطنات، يعني الناس تنتقل من مكان الى مكان اخر. طبعا احنا خلاص شرحناهم كل ده خلاص. طيب عاوز اقول لحضراتكم خلاص كل ده قلنا بقى اللي. الدولة المصرية، وده مهم جدا نعرفه، بلدنا بتعمل ايه؟ حد عارف بلدنا بتعمل ايه عشان تغير المناخ؟ ها؟ زي ايه؟ زي محطات لتوليد الكهرباء كويس من الرياح او الشمس، زي تحجير مدينة شرم الشيخ ومدينة مستدامة في مستدامة. جميل. طيب هقول لكم يعني باختصار شديد جدا حاجتين. مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء عشان تستقبل المؤتمر. مؤتمر بيسموه مؤتمر الأطراف اللي مضت على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1992 اللي هي الخاصة بتغير المناخ. طيب الاتفاقيات دي بتقول إيه؟ خلاص خلاص خلينا أنا يعني خمس دقايق وخلاص خلص عشان الوقت. طيب مصر بتعمل إيه؟ تحولت مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء استقبالا للمؤتمر. حصل إيه؟ أولاً اتعملت ثلاث محطات شمسية في شرم الشيخ، منهم واحدة في نفق بتطلع 20 ميجا وات، هتغذي كل الفنادق اللي موجودة بالطاقة الشمسية. 106 فندق خدوا النجمة الخضراء اللي هي خلاص بيستعمل مية أقل، بيستخدم طاقة شمسية، بيعمل ريسايكل المخلفات، وبالتالي حل المشكلة. النقل هناك بقى نقل مستدام. يعني ايه نقل مستدام؟ نصف 210 اتوبيس، نصهم بيشتغل بالطاقه الكهربائيه ونصهم بيشتغل بالغاز الطبيعي، اذا ده كله خضراء. زرعوا 3000 شجره نخل عشان يحسن الطبيعه، بالاضافه الى 110 الحديقه اللي موجوده زادت مساحتها الى 110 متر مربع، وده بيزرعوا كمان فيها النباتات المنقرضه او القابله للانقراض، عشان يبين للعالم ان احنا بنحافظ على الطبيعه. الطرق 200 كيلو اتحسنت، البنيه التحتيه والانترنت عشان اللي يروح هناك يجد ايه بقى؟
يجد مدينة خضراء تماما. فاستقبل إن شاء الله المؤتمر. طيب بلدنا عملت إيه؟ أول حاجة عملتها بلدنا الطاقة، استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. عارفين بلدنا أهم محطة للطاقة الشمسية فين؟ في مصر فين؟ أيوة في أسوان، في مدينة، في منطقة بنبان في أسوان. منطقة بنبان دي زي الحتة بتاع النوبة يعني، دي بتطلع كهرباء وخدت جايزة من الأمم المتحدة السنة قبل الماضية، من أحسن الطاقات في العالم أو من أكبر الطاقات في العالم. عندنا كمان طاقة الرياح في جبل الزيت. مصر حاليا بتستخدم 20% من الكهرباء بتاعتها طاقة جديدة ومتجددة. العشرين يعني كمان 10 سنوات هيبقى تقريبا 42% من الطاقة بتاعتنا جديدة ومتجددة. إذا ده إنجاز على مستوى الدولة. طيب حاجة تانية كمان تسمعوها اسمها الهيدروجين الأخضر. سمعتوا عن الموضوع ده؟ طيب دكتورة لابسة هيدروجين أخضر، هو يعني عشان دكتورة بس ده أخضر شوية يعني، ده أخضر فاتح أخضر يعني. هيدروجين أخضر في نوعين بالمناسبة، هيدروجين أزرق وفي هيدروجين أخضر. هقول لكم باختصار، المية دي لو حللناها بمصدر كهربي، المية دي عبارة عن إيه؟ H2O، يعني هيدروجين وواحد أكسجين. المية دي تتحول إيه؟ لهيدروجين وإيه؟ أكسجين. لو خدنا الهيدروجين ده وحرقناه يطلع طاقة هائلة جدا. وألمانيا استخدمت هذه النوع من الطاقة في تيسير أول قطار كهربائي يشتغل بالهيدروجين الأخضر بسرعة 70 كيلومتر منذ أسبوعين. مصر ماشية في هذا الاتجاه كويس جدا. كنت سمعت فخامة الرئيس امبارح بيتكلم على موضوع الهيدروجين الأخضر. مصر عملت منطقتين، منطقة في السخنة وقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وعملت كمان بروتوكول تعاون مع دول الاتحاد الأوروبي عشان تمد الدول الاتحاد الأوروبي الهيدروجين، والاستثمار جيد جدا واستثمار ممتاز. هذه طاقة الأمل للعالم إنه يستغنى عن الوقود الأحفوري ويبتدي يستخدم مش بس طاقة الشمس والرياح، لا كمان طاقة الإيه؟ الهيدروجين الأخضر. الأخضر بقى والأزرق إيه الفرق؟ ده نبقى نقوله بعدين. إذن دي الطاقة الجديدة والمتجددة، يبقى مصر ماشية في هذه المشروعات. مصر أيضا ماشية في عملت حاجة جميلة جدا، عملت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. يعني احنا بنخطط لتلاتين سنة قدام هنعمل ايه في قضايا تغير المناخ. مصر عملت كمان الخريطة التفاعلية للمناطق الأكثر تأثرا من تغيرات المناخ. يعني احنا مش هنستنى ان يحصل لنا كوارث، لا، مصر كانت يعني منتبهة جدا، والقيادة السياسية وكل الناس اللي بيخططوا عاملين خريطة دلوقتي نشوف ايه المناطق عشان نبتدي نعمل. وفي منطقة اسكندرية ابتدوا يحطوا مصدات عشان لو حصل هذا الأثر المصدات دي ما ترجع المية لورا ويبقى ايه، يبقى الدنيا كويس. كل مشروعاتنا خضراء دلوقتي بنسبة 40%، خلال برضو 5 سنوات هنبقى بنسبة 100% مشروعات خضراء. عندنا استثمارات خضراء كتير، عندنا أفكار كتيرة، ويعوزنا الوقت ان نقول بلدنا يعني بتعمل ايه. اخر حاجتين هقولهم، دورنا ايه، دورنا ايه كمواطنين، احنا دورنا ايه. اول حاجة انتوا كنتم مقللين الكهرباء دلوقتي. طيب لو فعلا دلينا على هذه الكهرباء مثلا صفين، وفرت صفين، هل انا بساعد في تغير المناخ؟ نعم. ليه؟ الكهرباء دي جاية منين؟ جاية من تربين. تربين شغال بايه؟ بالفحم او بالبترول. لو انا قللت نص الطاقة اللي عندي في البيت ومش محتاجها، محدش قالك اقعد في الضلمة، يبقى انا وفرت طاقة احفورية كانت بتطلع ثاني اكسيد الكربون، وهكذا المية، وهكذا المخلفات. فخامة الرئيس اطلق منذ اسبوعين ثلاثة زراعة 100 مليون شجرة. عارفين المبادرة دي؟ لو كل واحد فينا زرع في بلكونته شجرة هو بيحسن المناخ، ولو عند البيت او العماره شجره هو بيحسن المناخ. كل الحاجات دي يا جماعه نقدر نعملها ويعوضنا الوقت كثيرا. اخر حاجه اقولها، ايه القضايا المطروحه على جدول قمه كوب 27؟ قضايا اربعه،
الدول كلها تتفاوض على هذه القضايا. اول حاجه تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، دي القضيه الاولى. القضيه الثانيه استخدام الطاقه الجديده والمتجدده. القضيه الثالثه اجراءات التكيف والتخفيف، الدول تخفف ودول تتكيف مع الاثار اللي هتحدث. واخر حاجه قضيه ال 100 مليار دولار اللي عاوزين يدوا بيها الدول الناميه، لان الدول الناميه مش قادره تعمل مشروعات خضراء او مش قادره تستخدم الطاقه الجديده المتجدده. وبالتالي القضيه الرابعه اللي بيتفاوضوا عليها قضيه تمويل الدول الناميه. بشكركم جدا جدا واتمنى لكم نشكر الاستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان على يعني الحقيقه معلومات علميه ثريه جدا ورصينه عن مفهوم الخاص طبعا بالاحتباس الحراري والتداعيات الخاصه بالتغير المناخي والاستثمارات الجديده الحقيقيه التي تحرص عليها الدوله المصريه في ظل كوب 27 القادم باذن الله. ودلوقتي تتفضل الاستاذه الدكتوره ايناس ابو يوسف لتسليم درع التكريم للدكتور عبد المسيح سمعان. وفي الختام نخرج بأهم التوصيات لهذه الندوة. أولا أن هناك مصادر صحفية جديدة عن الإعلام البيئي وكذلك مبادرات جادة يمكن لطلابنا الكرام المشاركة فيها، ويمكن دكتور أو أستاذ عفوا رحمة تركت لنا هذه المصادر. برضو عندنا التحديات التي تقابل الإعلام البيئي وهي تحديات سردها لنا الدكتور محمود بحر، وكذلك أهمية التنمية الذاتية من خلال التسلح بالعلم المنبثق عن علم رصين وليس بالثقافة السمعية، وتنمية المهارات الذاتية لطلابنا الكرام التي طبعا استعرضتها الدكتورة فاطمة عبد الله. وأخيرا وليس بآخرا إن شاء الله، ألا وهي المشكلات والخاصة بالتداعيات المناخية. حقيقة من خلال هذا الحديث المثمر الذي خرجنا منه بأفكار مختلفة جعلتني أتذكر الأسطورة الإفريقية التي تقول بأن التلوث كالحية التي لها رأسان، كلما قطعنا لها رأسا نما رأسان آخران، إذ هي مشكلة متجذرة لا يتأتى حلها إلا بتضافر جهود دولية ومؤتمرات علمية عالمية للخروج بمخرجات وحلول ملهمة للقضاء على تلك الظاهرة بشكل جذري. وفي الختام تهدي كلية الإعلام تحية إعزاز وتقدير من القلب إلى القلب لضيوفنا الكرام ممن أناروا هذا المنبر العلمي بآراء ثرية لتحقيق توعية بناءة طموحة لأبنائنا الطلاب، فلكم منا كل التقدير والاحترام. والآن فليتفضل كل من الأساتذة الحضور لي والأستاذ الدكتور إيناس أبو يوسف لالتقاط الصور التذكارية. وطبعا كل الشكر للأستاذ إسلام اللي أنار هذا المنبر بحضوره تحت رعاية وزارة الثقافة، مجلس الأعلى للثقافة، مجلس البيئة الجغرافيا والبيئة. شكرا لحضرتك.